لدينا هذا الأسبوع عدد من التقارير عن البيئة المحيطة بنا في أنا الشاهد. التقرير الأول معنا من راما مهنا من دولة الإمارات العربية المتحدة. راما أرادت الحديث عما تقول إنه أكبر حديقة للزهور في العالم، موجودة في مكان ربما لا نتوقع وجودها فيه، دبي. لنتابع. اليوم نأخذكم إلى رحلة ملونة ومميزة لتعرف سوياً على أجمل أنواع الزهور هنا في حديقة دبي المعززة ميريكل جاردن. هيا بنا. لوحات فنية طبيعية أبطالها ملايين الزهور التي وزعت بتصاميم منوعة تخطف الأنظار على امتداد مساحة إجمالية تصل إلى 72 ألف متر مربع وممرات بطول 6 كيلومترات. حديقة دبي المعجزة أكبر حديقة زهور في العالم. تضم حديقة دبي المعجزة نحو 2 مليون شتلة تنتج 45 مليون زهرة تندرج ضمن 30 نوعاً مختلفاً، بعضها استورد من دول أجنبية مختلفة ومنها أمريكا وبريطانيا وهولندا، ويزرع للمرة الأولى في المنطقة. تشكل الحديقة بالنسبة للكثير من الزوار متنفساً طبيعياً لا يشبه الحدائق العامة، فهي تحفة طبيعية تحتوي على ملايين الزهور الموضوعة في قوالب وأشكال مبتكرة، خاصة أن المساحة الكبيرة للحديقة تسمح بتأمل ألوان الزهور والأشكال التي رسمت بها. هناك ممر القلوب، ممشى المظلات الملونة التي تنشر ظلالها على رؤوس الزوار كلوحة معلقة، ومجسم نسر الإمارات، بينما تتوسط الحديقة 7 أهرامات من الزهور، إضافة إلى مجموعات أخرى من التصاميم الرأسية والأفقية والمشكلة بأنواع وألوان من الزهور والورود والنباتات الطبيعية. حديقة دبي ميريكل جاردن مرشحة للدخول إلى موسوعة الأرقام القياسية العالمية من خلال هرم الزهور. علاوة على حائط الزهور الذي يحيط بالحديقة بطول يصل إلى 800 متر وارتفاع يناهز 3 أمتار. تبقى الزهور الوسيلة العالمية التي تدخل البهجة على قلوب الجميع، ولن تستطيع إيجادها بالفعل إلا في حديقة دبي المعجزة ميريكل جاردن، أكبر حديقة زهور في العالم.